راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. باش نتحاور مع حمزة العكيشي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة، اللي كان البارح قال فما جلسة صارت بينهم وبين رئيس ديوان وزارة التعليم العالي. نحبوا نعرفوا مخرجات الجلسة هذه ومن بعد نرجعوا للحوار سي محمد العربي جلاسي. دونك نقولوا مرحبا وعسلامة سي حمزة. يعطيك صحة أختي إقبال، مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على إتاحة الفرصة. نحكيو على الإشكاليات اللي صايرة اليوم في الجامعة. أنا قبل ما نحكي على الجلسة نحب نذكر بزوز حاجات. ثم وقفة احتجاجية صارت نهار 14 فيفري، خرجنا بها بمحضر جلسة في مجموعة من النقاط، وخاصة المشكلة المتعلقة بحجب الامتحانات. والوزارة تعهدت أنه في آخر مارس باش يتحل الإشكال، ولكن اليوم إلى حدود 25 أبريل اللي صار ما تحلش الإشكال. عملنا وقفة احتجاجية أخرى في مجلس النواب يوم 9 أبريل، وثم رسلنا كرئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وحتى رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس مجلس النواب في حالة الأزمة اللي تعيش فيها الجامعة، باعتبار أنه مشكلة مسألة حجب الامتحانات ونحكي عليها في آخر نقطة لأني هي النقطة الرئيسية اللي قاعدة تصير في الجامعة تو. ثم مشكلة الكابيس ومشهور عدد 60 متعلق بتحويل الإجازات في القطاع الصحة والقطاع أو اختصاص علوم الاجتماع اللي صاير لهم إشكال في القانون الأساسي. بالنسبة لمشكلة الكابيس هي بدت مباشرة بعد زوج تصريحات متضاربة ما بين وزير التربية وزير التعليم العالي. وزير التربية اقترح وصرح قال ثم إجازة جديدة وماجستير جديد على أثره الطلبة بشي من البكالوريا يتوجهوا الإجازة هذه، يقع انتدابهم مباشرة في التعليم الثانوي والإعدادي، وهذا مباشرة رفضناه لعديد الاعتبارات. أول حاجة الخلفية اللي حكي بها وزير التربية قال أنه الطلبة اللي قاعدة تخرج توا ضعاف بيداغوجيا وأكاديميا غير قادرين بش يدرسوا. احنا الأصل فيه نمشي ونصلحوا المنظومة اللي قاعدة تقري توا، ونصلحوا المستوى التعليمي اللي قاعد يخرجوا به الطلبة توا. هذا واحد. اثنين، اقترحنا ايضا نقطة اخرى، قلنا انه مناظرة الكابيس يقع هي مناظرة وطنية، لانه هي الامل الوحيد تقريبا 0.6% من الطلبة اللي قد خرجتوا هم معنيين بمناظرة الكابيس، تقريبا الامل الوحيد خاصة اللي قرأوا اجازة اساسية. قلنا انه مناظرة الكابيس هي مناظرة وطنية يقع تكثيف في المراقبة عليها، ثم اذا كان ثم مشكل في علاقة بالمستوى الاكاديمي عندنا زوج مقترحات. المقترح الاول يقول انه الطلبة اللي قد خرجتوا تتزاد لهم ماتيريات أنا متعلقة بالمسألة البيداغوجية أو بعد مناظرة الكابيس والناجحين يصير عامين تأهيل أو عام كما مناظرة المحاماة ومناظرة القضاة، ويكون ستاتيو جريديك متاعهم الناجحين في مناظرة الكابيس أستاذ متربص وليس طالب. هذا المقترح متاعنا. وزير التعليم العالي قال ما فماش إجازة، وزير التربية قال فما إجازة. التداخل المتضارب هذا سبب برشا إشكاليات. احنا قعدنا مع وزير التعليم العالي وضحت انه السنه الجامعيه القادمه ما فماش اجازه وماجستير، وطلبنا احنا طالبنا انه وهبط منشور ديجا وضحت فيه وزاره التعليم العالي انه ما فماش اجازه جديده وماجستير جديد، واكدنا انه يلزم يصير يوم دراسي بعلاقه بمناظره الكابيس، ويتم فيه تشريك المنظمة الطلابية والأساتذة وكافة وزارة التربية وزارة التعليم العالي، وعلى أثره رؤساء الجامعات وكافة الأطراف الفاعلين خاصة النقابات العمالية والنقابات الطلابية، باش هكاك نمشيو في خيار توافقي ويهم مصلحة البلاد ومصلحة الجامعة. أي حمزة، حمزة بخصوص اللي تم الاتفاق عليه فحوى لقائكم البارح برئيس ديوان وزير التعليم العالي، شنو صار بالضبط؟ احنا اتفقنا على مجموعه من النقاط كيما اتفقنا انه باش يصير يوم دراسي في علاقه بال كنت نحكي لك فيه. واتفقنا ايضا انه ما فماش اجازه ماجستير جديد بالنسبه للسنه الجامعيه المقبله. النقطه الثانيه بالنسبه للمنشور عدد 60 متعلق بتوحيد الاجازات، وصار نقاش في مجلس الجامعات في المجلس العلميه، ولكن احنا عبرنا عن استيائنا انه ممثل طلبه اللي موجودين في الجامعه ما وقعش تشريكهم في الموضوع هذا، رغم انه توحيد الاجازات كنا متخوفين منه وحكينا فيه في مشروع الإصلاح، ولكن لم يقع تشريك مصري الطلبة. فدعونا أنه يقع معناه توضيح المنشور هذا باعتباره أنه هبط من الهيكل البيداغوجي الموجودة في الوزارة وتناقش مجلس الجامعات، وفما برشا في اختلاف وفي عدم وضوح. النقطة اللي تخوفنا زادة ما في علاقة بالتربصات، لأنه فما إشكالية في التربصات متاع الطلبة، خوفنا أنه بصير التوحيد الإجازات هذا بيسبب برشا إشكالية أخرى. دونك طلبنا أنه يصير توضيح في علاقة وتصير ندوات ملتقيات مع الطلبة. النقطة الثالثة هي المشكلة الموجودة في قطاع الصحة متعلق خاصة بمسألة التربصات.
فما ان شاء الله بيصير يوم دراسي يجمع وزاره الصحه وزاره التعليم العالي يقع تشريك المنظمه الطلابيه في ذلك ويقع تدارس الموضوع، لانه يعني مش اول مره يطرح ومش اخر مره قاعد يطرح. بالنسبه للنقطه الثالثه، النظام الاساسي متعلق باختصاص علوم الاجتماع، لانه يعني في الاوروب ولا في دول اخرى الاجتماع هو الاصل الباز نتاع المجتمع، احنا في تونس ماهوش لاقي حد، وافاق الشعب هذه محدوده والقانون الاساسي نتاعها مش واضح. فتعهدت الوزاره انه باش يقع تدارس الموضوع هذا. اشكاليتنا صارت في مشكله حجم الامتحانات. احنا عملنا وقفه على 14 كما قلت لك 14 فيفري، واليوم 25 افريل نذكر فما الاسبوع هذا وفما الاسبوع القادم، فاختلافنا في النقطه هذه. ما حبيناش نمضيو في محضر جلس، لانه المشكله الرئيسيه نتاع حجم الامتحانات ما تحلتش. وحنا على اثر الجلسه هذه دخلنا في اعتصام مفتوح داخل مقر وزاره التعليم العالي، ندعيو الوزاره ومجلس النواب وكل الاطراف المعنيه، خاصه زوز نقابات العماليه، السيد الوزير ايضا يلزم يتدخل في الموضوع، واحنا نددنا بتجميد الاجور ويلزم يلزم 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 معناها يتراجعوا في القرارات. معناها حمزه حجب الاعداد مازال متواصل، وكذلك تواصل وزاره التعليم العالي في التعنت نتاعها. مازال متواصل. احنا نحب نذكر بموقفنا في علاقه باضراب الاساتذه الجامعيين، احنا مع مطالب الاساتذه الجامعيين باعتبار مطالب مشروع ومطالب اجتماعيه، ولكن اختلفنا معهم في الطريقه اللي هي طريقه حجب الامتحانات معناها الطلبه في فم المد. بي حمزة احنا حكينا فيه الموضوع ذي نهار الاثنين وفي كابوتشينو وقت جاء معنا زميلك، لكن المشكلة وين؟ انه معناه اللي حبي يقول يوم بعد الجلسة هذية ما تمش التفاوض، معناه ما زال موضوع حجب الاعداد متواصل، ما زال تعنت الوزارة، معناها خلصت القول ما فماش لا امتحانات لا فما قراية، ونورمال مو سنة بيضاء تلوح. معناها هو نعطيك انا سؤال تنجم تخمم فيه وتنجم تتواصل مع الاطراف المعنيه، قولهم انتم حاشتكم بالمطلب ولا حاشتكم بالتموقع مقابل اليوم داخل الجامعة؟ السؤال هذا وقت اللي نجاوب عليه سالتوا لهمش انت اليوم البارح؟ سالتوا لهمش انتم البارح؟ لا احنا جلسنا مع الوزاره، ما جلسناش مع الاستاذ. اليوم الحرب تموقع ماهيش حرب، يعني المسؤوليه مسؤوليه الجميع حمزه لهنا، مسؤوليه الاستاذ، مسؤوليه فصل الاشراف، مسؤوليه الناس الكل، واحنا المتضررين الوحيدين. الطلبه اليوم اللي قاعدين يعانيوا في الاشكاليه اللي عاملينها العدو في جويلي وفي سبتمبر، وبالمناسبه البارح اكدنا على النقطه هذه وطلبنا حتى منح للطلبه اللي باش تعدي في جويلي، خاصه اللي في المناطق الساحليه تعرفوا الوضعيه نتاعهم، انه هذا كان ما عداوش في سبتمبر الجاي هذا كان ما عداوش في سبتمبر الجاي. دونك احنا نعتبروا انه الحل يهم الناس الكل، والناس الكل يلزمها معناها تعلي معناها المصلحه العامه قبل كل شيء. الاستاذ الجمعيين الوزاره. شكرا لك حمزه. حمزه خلاصه القول معناها ما وصلتوش لحتى اتفاق، هذاك هو ما زالت النقابات التعليم العالي مواصله في حجب الاعداد، والوزاره ما زالت مواصله في التعنت نتاعها، معناها ما زال كالعاده الطالب هو الضحيه، ما فماش حتى نتائج جديده، ان شاء الله توفينا بنتائج جديده حتى موفى الشهر هذايا. شكرا لك سي حمزه العكيشي الامين العام للاتحاد العام التونسي للطلبه. راديو كاب FM، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي.